أمي ابتلت بيها. والدتك هو اتصل على والدتك خطيب. والدته ابتلت بيها يعني أقول لك من الأخير يعني ممكن أنا الحمد لله والشكر ما مرجع فقير في اليوم. نعم. ولا أذيع على شخص. بس شيء واحد يمكن راح يدخلني نار جهنم سبب والدتي اللي أذيتها أذية ما منها أذية بعد. مو يعني أذية يعني. أذية من حرقة قلبها عليك. يعني أقعد شوف شو وقت ما أصح صح أقعد ألقاها يم راسي قاعدة. خطية. قاعدة هيك. ماما أنا راح أسوي لك بيضة شرب. نعم. أقولها ما أقدر لسه أسوي لي. يوم مش تريد العادة. خلنا نعطيك مي. تتنمي شربت مي خلني أعطيك شوية لقمان. قلت لها يما ما أقدر. تعاملك مثل كأنما طفل صغير. طفل صغير. نعم. قوم يا أخي عظيمات الأمهات والله. ما أعرف شلون أجازيها بعد بحياتي. أي عظيمات يعني أنا تخلقني العبرة لهاي المواقف يعني إنه أم ايه؟ تقعد يم راسي منها حتى توكله يعني ما يعني. ما عافتني هاي تقريبا من 2000 وبدت الأحداث بي مال الأعصاب اللي صارت عندي هاي الحالة مال العصبية والشرب اللي كارثي اللي صار عندي ايه؟ يعني من 2018 سبعة 2024 سنة 23 نعم ما ظل نشي صح أريد يوم لي ملت من عدي وقالت لي أنا عايفتك وطالع من البيت وبرغم ما نعدي عمام وخوال كومة نعم أخوتك الله يحفظهم أخوتي الله يحفظهم عدي واحد ساكن بالزعفرانية والثاني ساكن بال يعني يبعد عني كيلو وين ما تروح تدق بابا وتقول له دبات يمك لأن مليت من مهمتك ما ملت من عدك أبد إيه نعم الوحيدة ما عافتني كل عافت بس هي الوحيدة ما عافتني